يا سادة، صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا، صفحة مفتوحة لتلاقي الأحبة، إن احنا نلتقي بكم وإحنا بنسعد وبنشرف وبنحب جدا جدا تواصلكم معانا. بنحس بإن احنا مع باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الراحة، فدايما نبقى متواصلين على هذه الصفحة المباركة بتعليقاتكم وكمان بأسئلتكم. ونبتدي بأول سؤال معانا، مين؟ أستاذة هند تتفضل. أهلا أستاذة هند. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. بص حضرتك، أنا كنت متجوزة قبل كده من حوالي 9 سنين، وبعدين انفصلت عن جوزي، وقعدت بقى لأن والدتي كانت تعبانة شوية، فاللي هو قعدت معاها علشان خاطر إن هي تعبانة، فما حبيتش إن أنا أتجوز، فقعدت 9 سنين. طيب. فبعد كده جه حد، يعني جوز أختي جاب لي عريس كده. في أولاد؟ أولاد الجواز الأولاني ده كان منه أولاد؟ لا. طيب اتفضلي. فجاب لي عريس وقال لي إن هو كويس، حد محترم ومتجوز قبل كده وكده يعني، ومراته مغلبة شوية، فقلت له طيب ماشي نشوف. فشفت وارتحت، لأن هو أنا ارتحت لأن هو حد كده يعني مربي بتاعته، حد بتاع ربنا وكده، فأنا حبيت الموضوع قوي. فبعد كده اكتشفنا بعد ما كتب الكتاب، فقال ان هو عايز يكتب الكتاب، بعد ما كتب الكتاب اكتشفنا بعديه يعني حصل خلافات. انا ما اتجوزتوش، يعني انا قعدت 6 شهور علشان خاطر والدتي، قلت له طب لما والدتي تخف وكده، عشان هي عامله بدري في رجليها وانا بس اللي قاعده معاها، فتخف. اكتشفنا الجو. خلينا في اكتشفنا 6 شهور، واكتشفنا ان هو الجواز دوت ما كانش سليم وكان عرفي. يعني جوازه من الـ الأولانية ولا جوازكم انتوا؟ مني انا. ازاي يعني؟ والله احنا يعني انتوا رحتوا عند جاب على المأذون، بس الورق نفسه ما كانش موثق في الدفاتر الرسمية بتاعت وزارة العدل. هو ورق مسلسل، يعني مثلا بيعملوا ورق من قسيمة أصلية صوروها ويعملوها طبع وكده زي القسيمة اللي هي الحقيقية المفروض. طيب وبعدين؟ وكانوا 3 ورقات، فاحنا اكتشفنا ان الجواز وجهنا طبعا، وهو انكر قال لا ما حصلش، وانا ما كنتش عارف ان ده مأذون ازاي، ما هو اللي جايبه. طيب وبعدين؟ خدنا المأذون وبعدين ودينا النيابة وخدنا الورق. فين؟ وطبعا هو فين سؤالك يا استاذة هند؟ نعم. سؤال حضرتك. سؤالي اني انا دلوقتي عايزه اعرف، يعني انا دلوقتي عايزه اعرف، انا يعني انا مراته، انا يعني هو دخل غش، فانا مش فاهمه. انا مش هقدر اجزم، وانا على هوا كده وما سمعتوش، مش هقدر اجزم ان هو غش في غش. يعني هو لو كان جاب ما هو المأذون اللي هو كان جايبه دوت، سيدة هند اسمعيني بس. انا عارف ان قصتك ممكن تخلي اي حد تاني ينفعل ويقول لك ده راجل جوازه باطل وبنى على غش. انت حضرتك معلش بعد اذن حضرتك، وبعيد بقى عن حكم الجواز، وبعيد عن حكم الجواز العرفي ولا مش الجواز العرفي، انت الراجل ده انتوا قلتوا صيغة العقد والجواز بحضور الناس والإشهار وحضور الشهود مع وجود الولي وكل حاجة. حصل الكلام ده؟ حصل الكلام ده. احنا خلاص متجوزين. اما بقى انت ممكن تسأليني سؤال تاني مهم. ايه السؤال المهم ده؟ ان احنا نعمل ايه؟ نعمل حاجتين. ان احنا لو كنا راضيين عن ده، احنا كده هنروح نوثق الجواز ده، لان انا ما اضمنش ايه اللي حصل بناء على هذا الجواز، فاحنا هنروح نوثق الجواز ده، صح كده؟ عشان كل اللي احنا بنقوله دوت يكون حصل في اطار شرعي، خلاص؟ فانت هتروح توثق الجواز اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى، بعد ما توثق الجواز ده تقعدي حضرتك بقى تقيمي علاقتك بالشخص ده، اللي احد عناصرها هو كان فعلا بيغدر بيكي وبيخونك ولا لا. يعني هو غدر بيكي لما هو قال لك ان الجواز ده جواز رسمي، ولا هو فعلا مخدوع وانخدع زي كده؟ وانا ما اظنش في الحقيقه ان في حاجه لازم نفهمها، وانا مش هقدر عشان زوج حضرتك
مش موجود معانا مش هقدر اقول لك ان هو كان بيخدعك ولا لا، دي محتاجه شويه تحقيقات. الحاجه الثانيه ان انت لازم تعمليها، خلاص احنا هنحط رقم من ارقام تقييم هل نستمر في الجواز ولا لا، الحادثه دي. لكن في حاجه ثانيه خالص وهي اللي دعيتك الى هذا الامر، هو الشخص ده وهو بيتعامل معاكي هو دغري ولا مش دغري، بيلف ويدور ولا ما بيلفش ويدور، هو انت لما اتجوزتيه عشان هو شكله ومظهره مظهر متدين هو بيتعامل معاكي بتدين ولا انت حاسه بالتناقضات؟ انا حاسس في كلامك وانت بتكلميني ان انت حاسه بشويه تناقضات ما بين تدينه او مظهر التدين بتاعه وما بين الايه التدين ده. ده برضو هيكون عنصر مهم جدا جدا في التقييم. يبقى احنا هنعمل ايه؟ الجواز ده محتاج يتوثق لانه جواز، وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده هنقيم. طب ليه بقول لك يتوثق؟ يتوثق، انا بقول يتوثق ده عشان تحفظ حقوقك، فالجواز ده يتوثق عشان تحفظ حقوقك لان هو جواز جواز. واحنا ما بنتكلمش دلوقتي عن حكم الجواز العرفي، لكن بنتكلم على ان ده جواز، اللي انت عرضتيه عليا ده ده جواز. نعمل ايه بقى؟ نوثقه زي اي جواز من الناس بتسميه عرف، نروح نقول له ايه وثقوا الجواز ده عشان تحفظوا حقوقك. الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه بقى قيمي بشكل صحيح انت بقى عايزه تستمري ولا مش عايزه تستمري. ليه بقى؟ لان واضح جدا 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 ان انت حسيتي بالتناقض. بس كمان جزء من التقييم بتاعك ان انت تعرفي لو انه هو فعلا هو اللي عمل حكايه المأذون ديت وان الوثيق الجواز ما يبقاش موثق، لازم تعرفي لانه احتمال كبير يكون الحاله من بين زوجته حاله مش راضيه زي ما هو قالها لك كده، بس هو حب يخبي جواز حضرتك عن زوجته عشان هي لو راحت عملت قيد عائلي هيطلع اسم الزوجه الثانيه فيه، وعشان كده هو ممكن يكون عمل كده. فاحنا عايزين نقيم الزواج بشكل صحيح عشان نعرف هنستمر فيها ولا لا. يا ساده مستمرين في تلقي اسئلتكم مباركه ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركه ومعانا الاستاذه سحر. استاذه سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور عمرو؟ فضل ونعم الحمد لله. الحمد لله، ربنا يزيدك ايمان يا رب. قول لحضرتك دلوقتي ابني عمل كان عامل حادثه واثار الحادثه ده اتوفى. الله يرحمه يا رب. اللي كان ماشي على سرعه متعدي السرعه بتاعته راح جاي نطروا مات واثر البتاع دي ومشي والكاميرات صورته على الطريق. سؤال حضرتك ايه؟ اتعمل محضر وكده، فاحنا بقى عايزين نعرف دلوقتي في محامي قال ممكن نعمل تعويض، قال التعويض ده حلال ولا حرام؟ هي مسألة مش مسألة بس تعويض، انت اصلا انه ابننا لو ان هو كان الراجل ده سايق في سرعة أزيد من السرعة ودوت مش هقدر أتكلم عنه، ده اللي هيحدده محضر النيابة المحضر وهيحدد كل الكلام ده. إنما إن إحنا ناخد تعويض وناخد الدية ده جائز إذا كنا مستحقين، ولا حد يقول لكم حرام عليكم تاخدوا تعويض أبدا، هذا حلال وهذا من حقكم إذا كنتم مستحقين لده بناء على محضر وبناء على الحكم اللي هتصدر المحكمة. طبعا انتوا لو مستحقين طبعا تاخدوا الامر ده وده حلال، وقد يكون من الضروري ان انتوا تعملوا كده عشان تاخدوا حقكم وحق اولاد الشخص ده لو كان هو اولاده قصر. ايوه خلاص، ده هو عريس ما لسه ما خلش. ربنا يحفظ، ربنا يجعله ان شاء الله في مستقر رحمتي ويجعله في رحمه وفضل ونور وبركه يا رب العالمين. لا ما تسمعيش كلام الناس دي، وكلام الناس دي مش صحيح. نعم، معانا الأستاذة أمة الله. أستاذة أمة الله. أستاذة ألو. أيوه يا فندم، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. لما تستحيل العشرة بين زوجين بعد 10 سنين زواج. نعم. وتطلب الزوجة الانتصال على الإبراء. والزوج يضطرها إن هي ترفع خلع عشان ياخد حقوقه. حلال ولا حرام؟ خلينا نقول حاجة مهمة جدا جدا جدا.
إذا كانت الزوجة متضررة والزوج عارف إن هو بيضررها ويفضل يضررها لغاية ما تعمل كده، أنا بنصح الزوجة في الحالة اللي زي دي بدل هو بيضررها عشان تروح ترفع خل، هي ببساطة خالص إذا كانت متضررة وإذا كانت الحياة مستحيلة وإذا كانت هي بتتأذي وإذا كانت هي مهدورة الحق ومهدورة الكرامة، يعني المسائل دي كلها وهو بيضررها عشان تروح ترفع خل، تروح ترفع طلاق للضرر. هو بيضررها عشان هي لو عايزة تسرع الطلاق إن هي تتنازع عن حقوقها، لا هي تتمسك بحقوقها. إذا كانت هي شايفة إن هي مظلومة، طب هي لو عملت كده وراحت رفعت خلع أو إن هي حصل الطلاق على الإبراء، برضو طلاقها هيكون صحيح. يبقى القصة هي إيه؟ السؤال، خليني أعدل في السؤال ده، هل هو هل لي أن أحصل على حقوقي في الطلاق لأنني أرى نفسي مظلومة ولي حق؟ نعم، ده الإجابة على السؤال بتاع حضرتك. مش الإجابة بتاع حضرتك هو حلال إن هو يفضل يضرر فيا لغاية ما أرفع خلع وأطلق منه؟ لا لا، هو السؤال الصحيح هو لي حق أن أرفع طلاق للضرر؟ آه، إذا كنت فعلا حصل عليك ضرر وحصل ليك هذا الكلام يجوز لك أن تفعلي هذا. أستاذة أميرة من الفيوم تتفضل. لو سمحت يا شيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله نعم وفضل. يا شيخ انا جوزي، احنا يعني مشاكل زوجيه عاديه، وفجاه اكتشفت من فتره ان هو كان بيكلم مرات اخويا في التليفون. بيكلم، معلش، كلمه بيكلم عندنا بتتسع من اول بيكلم مرات اخوه ان هو بيكلمها فيما يتعلق باسرارك معاه، او قد يكون، اسمعي بس، او قد يكون بيكلمها كلام مش محترم، او قد يكون اصلا بيكلمها بمعنى ان بينهم علاقه مش كويسه، فاني واحده فيهم؟ لا، كلام مش كويس، حاجات ما ينفعش ان هما الاثنين تتقال بيناتهم. طيب انتوا ساكنين في بيت عيله ولا ساكنين فين؟ لا انا ساكنه مع بيت جوزي، دي مرات اخويا انا، وانا مش اهله. اه، مرات اخوك انت مش مرات اخوه هو. مرات اخويا انا. طيب، فانا لما عرفت واهلي عرفوا، انا زعلت معاهلي وعودت عشان خاطر بنتي، بس انا حاسه برضه ان هو يعني انت كلمت، يعني انت قعدت معاه وهو اعترف؟ ايوه، قال لي انا اعترف وقال لي غصب عني وانا سامحته. يعني ايه غصب عنه؟ قال لي هي اللي رنت وكده وغصب عني الموضوع ده كله. طيب وبعدين؟ انا سامحته عشان خاطر بنتي واهلي كانوا. يبقى سؤال حضرتك ايه؟ انا حاسه ان هو متغير معايا، فانا اعمل ايه؟ افضل هو متغير معاكي؟ يعني قصدك ان هو رجع تاني لنفس الحاله اللي هو لما كان بيكلمها فيه؟ مش عارفه. ما انا اكيد، انا كمان مش هبقى عارف. انت متغير معاكي يعني ايه؟ متغير معاكي يعني ما بقاش مقبل عليكي زي ما كان مقبل عليكي بعد ما اعتذر لك ورجع تاني وتاب واناب يعني؟ ممكن طريقته متغيره، بقيت بيتعصب عليا في اي حاجه، اسلوبه بقى متغير، ودايما قاعد لوحده وبعد نفسه. طيب انت بتساليني تعملي ايه؟ اه، هجاوب على حضرتك يا استاذه اميره. احنا عندنا اصلا في اوقات، احنا عندنا بس لازم نفصل شويتين ثلاثه ما بين مفهوم الخيانه. مفهوم الخيانه في الجواز اوسع كتير من مفهوم ارتكاب الفاحشه، عشان بعض المشايخ يجي يقول له ايه، لا ما يعني الخيانه معناها ارتكاب الفاحشه، ارتكاب الزنا. لا، الخيانه في اطار ما يتعلق بالارشاد الزواجي، الخيانه بيدخل من فيها ان في شخص غدر بشخص آخر، وكأننا بنتكلم عن خيانة الأمانة. مش بقول إن دي هو الاصطلاح الموجود في الشرع، لكن ده الاصطلاح الموجود في مسألة الإرشاد الزواجي. في عندنا طريقة لإيه؟ طريقة وبروسيس للتعافي من الخيانة. لازم هو يجي يعتذر ويعترف بخطأه أولا بطريقة مناسبة. الحاجة التانية لازم يحط خطة تغيير، لازم يعمل خطة تغيير وتوافقي عليها
بالعكس وتكوني مشاركة في خطة التغيير ده. الحاجة التالتة إن هو لازم يقدر مشاعرك ويتقبل مشاعر التقلبات اللي بتحصل لك ده. إذا ما حصلش إحنا مش هيحصل تعافي تعافي من الخناق. يعني بعد دراسات طويلة هو ده المثلث وهو دوت الطريقة اللي ممكن يحصل فيها التعافي من الخيانة. الحل اللي أنا بنصح حضرتك عليه بيه إن حضرتك تتفضلي تشرفينا أنت وزوج حضرتك عشان نتكلم على مسألة كيفية التعافي من الخيانة. هل ده متكرر وهل ده لسه في صلة بين وبين من وقع معها هذا النوع من أنواع الخيانة؟ إحنا لازم يبقى في دراسة متأنية عشان نعرف القرار المناسب وإيه طريقة العلاج في إطار المثلث اللي إحنا قلنا عليه: الاعتذار والاعتراف بالخطأ، خطة للتغيير، وتقدير مشاعر المغدور به. هي دي الطريقة اللي ممكن يحصل بيها تعافي من الخيانة. يا سادة، هنتكلمنا النهاردة عن الترويح الزواجي. ما تحرموش نفسكم من نسمة من نسمات الجنة في البيوت. ما تحرموش نفسكم من ابتسامة جاية من عند ربنا. كل واحد فيكم لابد ان هو عشان يجدد بيته ويجدد حياته لازم يتعلم مهارة الترويح الزواجي. احنا قاعدين مع بعض، لو كل واحد فينا قرر ان هو يتعلم المهارة دي هيفتح باب من ابواب الجنة في بيته. يا رب الهمنا الرشد والصواب، واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اجعلنا يا رب من اهل الترويح عن شركاء حياتنا عشان تبقى حياتنا مفتوحة على أبواب جنة الدنيا، جنة الأولى قبل جنة الآخرة. واجعلنا يا رب نستمد بمددك الأنوار واللطف والبركة في بيوتنا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أكرمنا بمدد يجعلنا من أهل الترويح في كل وقت وحين يا رب العالمين.